والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله أجمعين. تحية للصحفيين، مرحبا بكم في هذه الندوة الرمضانية، لعلها تكون إن شاء الله ندوة مباركة لمجتمع العشر الأواخر. أتمنى لكم ولأسركم ولأقربائكم ولكل القنطريين أيام مباركة في هذا الثلث الأخير، وللشعب المغربي ربعنا على رأسه جلالة الملك حفظه الله. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج، وأن يرحم الموتى، وأن يشافي المرضى، ونسأل الله عز وجل أن يرزق أهلهم الصبر. فهذه مناسبة باش تكون هذا اللقاء المباشر مع الإخوة الصحفيين المستقرين في مدينة قنيطرة، حرصهم على أن نلتقي وأن نجيب على بعض التساؤلات المرتبطة بمدينة قنيطرة. أنا أتأسف للبعض اللي كيقول لك عاد شتو كتخدموا، راه كيف أنتم أبناء قنيطرة وكتزوروا قنيطرة تلاحظون بأنه لم يتوقف العمل منذ 10 سنوات، لم يتوقف منذ 10 سنوات، ويمكن لكم تديروا جولات، يمكن لكم تزوروا الأحياء، وأكيد راكم تسكنوا في أحياء التي شملتها الأوراش. اليوم أوراش مهيكلة كبيرة جدا على مستوى الشوارع الرئيسية الكبرى، على مستوى الساحة العمومية، على مستوى بعض المناطق اللي كنعتبروا أن عندها واحد الأهمية كبيرة، البعض أنهيناه والبعض قريب أن ينتهي، والبعض بدأناه، يعني مثل بعض اللي كانوا كيطالبوا بها المواطنين مثل المداخل ديال مدينة قنيطرة. طبعا انتهينا من المدخل الأساسي في اتجاه الرباط، والمدخل في اتجاه طنجة الحمد لله الصفقة تمت، مداخل أخرى الحمد لله نشتغلوا عليها، فإذا والساحات العمومية نشتغلوا عليها بشكل كبير جدا، اللي خلى الحمد لله مدينة قنيطرة فيها ساحات كبيرة متعددة قابلة لأن تستقبل أنشطة ثقافية وأنشطة اجتماعية وأنشطة حتى رياضية. مسبق لي ناقشت مع الإخوان الأخوات ديال نزار ناصر فنون أنه مزيان هذه الثقافة نزار ناصر الرياضة، واللي بالإضافة للبارك توريستي المنتزه الغابوي الحمد لله موجود هي تقريبا أكثر من 90 هكتار، كان كلهم يستعملوا الساحات العمومية باش يرفضوها الفن، بمعنى أن الساحات الحمد لله كبيرة جدا. راه كاين الساحة اللي عندنا واصلة 3.5 كيلومتر بحال ساحة عنترة، كاين الساحة الوفاء إذا زدنا عليها الآن تصل إلى 1.5 كيلومتر، كاين الساحة ديال الجرامي المغرب العربي، كاين ساحة متعددة، ساحة بدر، ساحة روزفلت، واحد عدد من الساحات اللي تضفي فعلا واحد الجاذبية بالنسبة لمدينة قنيطرة. أنا كنحرص كل الحرص، وأكيد الإخوة الصحفيين المتابعون، ألا أجيب على التفاهات. كاين واحد العدد ديال التفاهات مع الأسف الشديد، البعض الذين كيشد إلى يكتب بدون أن يرجع، وأحيانا تجي مع المنتخبين، صدقوني تأتي مع المنتخبين أشياء غير صحيحة وغير سليمة، لأنه ماشي لأنك فقط تختلف مع الرئيس أو مع الحزب ديال العدالة الوطنية اللي كيسير المدينة، يعني عليك تعقلك أنك تقدم أي حاجة، لا، يمكن تكون مختلف معايا، يمكن تكون عندك ملاحظات، يمكن ما متفقش على تدبير بعض الأمور، ولكن لا يجوز كونك مختلف معايا ولا متفق شيء، نبداو هذا الشارع وخلينا هذا الشارع أو خصنا نديروا هذه، هذا طبيعي. حنا ما كاين أغلبية ومعارضة إلا باش نختلفوا، وفي داخل الأغلبية كنختلفوا. داخل الأغلبية، شحال الإخوان تقول لك واش ما يمكنش نبدلوا هذه ما نخسرش على الوقاعة، واش الوقاعة الثانية أولوية، ونفس الصول هو الأولوية، ولكن لا يجوز أن الواحد يبدا يشير سيسري لو كان بالدارجة، يبدا يشير وينشر أشياء غير سليمة وغير صحيحة، الكذب على الممتلكات، الكذب على التعمير، الكذب على الأحكام القضائية، الكذب على يعني واحد العدد ديال الأمور، لا يجوز. واحيانا البعض كيدير حتى فيديوهات لا نعرف مصدرهم ولا اين هم، يعني بواحد الشكل مع الاسف الشديد الذي يسيء لهم انفسهم، لانه ما كيسيئش لنا، لان الحمد لله احنا عارفين بان ما التزمنا به نحاول ان نقوم به، والحمد لله في هذه الفتره يمكن نقول الاخوان الاخوات الصحفيين وراكم انتم شهود، لانكم كتخرجوا مع المجتمع المدني ما كنتحاسبوش على الالوان، هذه لحظه عمل وطني جماعي بالقانون وبالممارسه، يعني الأولوية تلقاها العمة بالقانون وبالممارسة. التدبير المفوض اللي كتاخذ شركة تعوض شركة فتعطى الأولوية لهؤلاء العمة، وهذا الشيء ماشي نظري، كنقول لكم بالقانون في التدبير المفوض. هذا الشيء درناه في النظر، شركات ديال النظر في الجنس، ما كانش من قبل، لا الشركة ديال كازا تكنيك اللي كاينة في السفنية، ولا شركة ديال شبوك اللي كاينة في معمورة،
هادو ماشي كانوا قبل منهم جوج ديال الشركات اخرى كان اس او اس وكان سيجيدينا هادو ما الشركات اللي كانوا فلما مشى اوتوماتيكمون تاخذوا دوك العمال اللي كانوا كيشتغلوا طبعا كناخذوا دائما اللوائح مع عند اللوائح كناخذهم عند سي ان اس اس دائما اللوائح كناخذهم عند سي ان اس اس كناخذهم عند الشركات لان هادو ملزمين بالتجربه الطوبيه يعطينا هاد الوثائق فتعطى الاولويه للعمال ولذلك انا اطمئنكم اذا اي حل في مجال ديال النقل اي حل في مجال ديال النقل العمال لا يمكن ان تضيع حقوقهم قلناها لهم وقالها لهم السيد العامل وخبروهم الاخوان اللي كيتضاربوا معاهم بل اكثر من ذلك هما انفسهم هاد العمال يتذكرون لما كانت لهنا مشات لهنا وجدت راه اول شرط زوج ديال الشروط مع الشركه الخدمه تكون جيده والعمال ينالوا الحقوق ديالهم هم يعرفون ذلك يعرفون ذلك وعده شركات بقولك اسيدي لا ما خضيناهمش لان حنا من الشروط كنقولوا ياخذوا العمال الشركه اللي كتقول لنا ما ناخذش العمال كتقصف لا كالوس ما كتبقاش في المنافسه فكيبقوا فقط الشركات اللي قادرين انهم يعني يحافظوا لنا على العمال طبعا لان في استقرار اجتماعي وهاد العمال عندهم تجربه ويعني كل شركه عندها طريقه التنظيم ديالها ولكن انتم كتلاحظوا في المجال ديال النظافه الحمد لله عموما كاين واحد الانضباط وكاين واحد العمل جيد وكاين واحد التحسن على مستوى النظافه وحنا كنتمناو ان شاء الله نحن في مفاوضات باش نلقاو الحل القنطريين يعني تحتاج اشراف وزاره الداخليه مع السيد يعني العامل كنشتغلوا باش ان شاء الله يكون الحل الذي يشرف القنيطريين ولا يضيع حقوق العمال. اولا هذه الرعايه المرعيه حكايات ما يعني مع الاسف ان ياتي على انسان من هم عندهم تجربه في التدبير يمشي يسول عن قسم الشؤون القانونيه وسيطلع على الاخبار الصحيحه اخبار صحيحه وحكايه عند 2012 2013 غير سليمه ربحنا هذو ديال المرات باش القانونيه ولكن في العالم اللي كتشير للقضاء كل شيء ممكن كتشير للقضاء كل شيء ممكن لان يعني القضاة كيحكموا على حسب اللي يمكن امامهم ولا ماشي مشكل ان المراه تربح مرة تخسر وكان المراه تمر ما كاين عندنا عدد من القضايا حنا عدد من القضايا كنعرضها دائما في الدوره الاخرى كنحضروا الدوره كنعرض جميع القضايا اللي عندنا فيما يتعلق بالحوادث كيتعلق بالموظفين بنزاع الحوم الجبايات كنديروا الجبايات الناس ما كيقبلوش وكيدعونا في نزاع مع شركات ما دارش خدمه حنا كنلاحظوا لان ما دارش خدمه كما يجب فما كنخلصوهاش فكتشيروا القضاء مره كنربحوا حنا مره كيربحونا هما فيعني هذه امور جاريه المهم خص يكون عندك محامي خص تتابع باش ما تضيع الحقوق ديال الجماعه هذا واحد المريض ما كناش قضيه يعني وانا كنتمنى يعني وانا اللي استغربت تعرضت لواحد المره في المجلس قلت لها راه كاين وكنت مسؤول عن الشغل القانوني الشركات هنا سيادة انت لا الشركات هنا كنت متاكدوا بالعكس حنا كنشالوا الشركه 4 مليار وزياده لان الاطار الاقتصادي حنا كنشالوا 4 مليار ما كناش كيفاش نحصلوها راه كاينه في باقي استقلاصات ولكن الواحد يتاكد عاود اتصلت بالسيد المدير ديال الجماعه شغل القانون ما كيعطيش نهائيا هادشي راه هما كندعونا ب 4 مليار وحنا ربحنا 5 مليار ونضرب فيها عندها 50% ماشي طبعا 150 مليار والحمد لله القنيطره استفدت من المخطط استراتيجي الحمد لله مخطط استراتيجي بمعنى انه الدوله وضعت السيد الجلاله الملك وضعت ثقتها في مدينه القنيطره جاو شركاء وزاره الداخليه وزاره الماليه وزاره السكنة وزاره الثقافه وزاره الرياضه والرياضه العمران مؤسسات متعدده وضعوا ثقتهم في مدينه القنيطره وفي المجلس المسير واطلقنا هذا المخطط حيت سمعت شي واحد تيقول لي هادشي اللي كيدار ماشي ديال سيدنا راه النهار كان ديال سيدنا ما عرفتش انا كيفاش الواحد وصل به لهاد الدرجه اللي تحدث بهذه اللغه النهار كان ديال سيدنا ماشي كدير وزاره الثقافه ديال سيدنا ولا كدير وزاره التجهيز ديال سيدنا كدير وزاره الفلاحه ديال سيدنا يعني سيدنا ديال يعني ولكن سيدنا خصو الرجال اللي غادي يعاونوا ويخدموا معاه النزهاء اللي كيحرصوا على المال العام اللي كيجيبوا برامج اللي كي ما كيديروش التجزئات باش يوزعوا البقع ما كيصرفوش في الصفقات كيجمعوا الضرائب سيدنا باغي هاد الناس يخدموا معاه ما راه كلشي ديال سيدنا كنستغرب لو جاءت من انسان عادي مش واحد عادي اكثر من يعني فوق بتجي مع ناس عندهم تجربه وكيسيروا بلا ما نقولش كيف كيسيروا كيسيروا بمعنى ان ناس خارج الطريق يحقق سمحوا لي بغيت نقول البعض كيشير بما اللي جات فيه الدوسه ماشي حيت انت في المعارضه ولا انت منطقش مع الباح ولا ما كيعجبكش هذا ما كيعجبكش تبقى تقول اي كلام بالعكس يا ربي يكون مره يزورنا
راسي ناوي ندير شي برنامج جديد للمدينة. يا كنطلب الله والحمد لله في الناس اللي دارين دوك تكون البركه والحمد لله طلعت البرنامج تعاونت معنا، ولكن راه كتسيكون عندك مجلس كيشتغل، كتسيكون عندك مجلس كيوفي، كتسيكون عندك مجلس عندك الناس حارسين على المال العام، مجلس عنده رؤيه كيف باغي تمشي مدينه سويطرة. هذه الرؤيه التي كانت غائبه لمده وانتم قطعتوا الاخرى، انتم ماشي جداد على مدينه سويطرة. نحن في ما نضطر ما نعطيش التفاصيل، اعتذر كما كتعرفوا في الامور لمصلحه الجميع، ولكن مع وزاره الداخليه مع السيد العام الجماعه نحن الان بصدد اعداد الحل لغربه مدريد، التفاصيل ديالو لكن هذا الحل لغربه مدريد في جوج الحلول، فيه ان الخدمه تكون جيده، حل اداري للقران تكون جيده، وانه الحقوق ديال العمال، هادشي بغيت دابا هاد النقطة الأولى. البرنامج اللي كنقوم به داخل إطار برنامج ديال المدن القديمة، خصصنا جميعا جلالة الملك حفظه الله أطلق واحد البرنامج ديال المدن القديمة، والجامعة جات شوية ووزارة السكنة جات شوية، ولذلك اليوم كنخدموا على المدينة القديمة ديال الملاح، كنخدموا على منطقة البازات تحت الشهداء، والتقدير ديالي أننا كنا نوسعوها إلى 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 باقي للباقي، يعني في المنطقة راه يكون يعني المركز ديال التجارة والمركز ديال النشاط التجاري على مستوى مدينة سويطرة. ف المستوى الثاني يمكن يجي إن شاء الله من بعد ماشي الآن، ولكن كاين واحد العدد ديال الأصدقاء اللي هي من ذاك الوقت اللي هي باقة بقاتنا، الحمد لله سويطرة إذا لاحظتوا باقة أخطاء شوية في البوستين شوية في بلفاس، وباقي لنا باش نكملوا ولا نوجيه هو الصياد راه كنشري شي لاخر الحمد لله الباقي ديال الصفقه ديالو تعنيت ليها بحال الوفاء العرب عندنا واحد نقطه الصفقه بحال ديال راني الجمهوريه راه عرفتي نقول ان كانت ثمانيه وفي راسها صفقه بحال ديال راني باش نكملوا احنا غادي لو بابا راه نكملنا ليها غادي، ولكن هادو اللي هما قدام هما قدام في الشيء. فهادو الان كاين واحد الاعداد ديال واحد نطلقوا واحد الصفقه ان شاء الله باش نعالجوا واحد العدد ديال الاصدقاء ان شاء الله ونصل شوف. فيما يتعلق بالبجر قلت لاخوان التجار في لقاء كان عندي مع التجار عده لقاء فيهم ندير الخيارات اللي خدينا احنا في الولايه الاولى ومن بعد كملنا في الولايه الثانيه جوج ديال الاولى هو نبداو الاحياء القديمه اللي كانت المسلمين وراه نكون شهود راه كتشوف يعني واحد عدد ديال الاحياء عشرات ديال الاحياء باش يتعاملوا منطقه العلامه راه فيها السلام والوحده والنهضه يعني انت وريضه والاناره وانت غادي العريب ليها وحنا هذيك المنطقه كامله شفتي السكنيه طام واحد طام زوج طام طام 10000 وانت غادي تمشي حنا مشينا ايضا للمدن قلنا خدينا قرار نبداو بالاحياء القديمه ولكن ما غنقصوهاش حتى الاخوان ديال الله راه كيقوموا بالعمل ديالهم واذا تفرجوا اليوم كيتغير كاملا الحكم استثمرت ضخمه ملايير ديال الدراهم ديال إعادة نضع الرجل كامل للسينما، ما يمكنش دير الطريق ودير الطابين ومن بعد عاود ثاني، فكيوقع توافق كيبداو الإخوان ديال باراك راك شفتوا المدينة كلها كتحفر ومن بعد كنجيو حنا كنكملوا، فإذا مشينا للأحياء القديمة والله لك الحمد نجحنا 80% نجحنا، باقي كاين نقص بعض المناطق شي طرقان تصايب وما تصايبش مزيان، شي مرة كيتصلوا بيا شي إخوان يقول لي كنقول لهم شحال من زنقة كيقول لي واحد جوج ديال الزناقيط شحال كتهمنا 400 زنقة إذا جوج نصحوه الكمال يقول هذا بدا كتوقع الله ولا ما كيكونش منتبهين كيكون لما كيحكي شي قانون مخصر ولكن ما كيكون كيشوف حتى واحد كيتشافى من بعد كان كيخسر لك هذاك الطريق عندنا هذاك الشيء خصنا نصحوه العذاب بين ما كيصومش لانهم بالطريقه ديالهم والرمزيه ديالهم كيكون ما كيصومش كيما غادي يجي وزاره الثقافه الى قالنا هاد بحال هادي راه ما عندناش حق الكسور فهاد البلاصه اللي كاينه هنا ما عندناش حق الكسور يعني نهار اللي بغينا نديرو المركب الثقافي مع العلامة ماشي العلامة ودير القرفوض وكفطر ومنسية منذ زمان يعني فهو عندها رمزية أخرى ما بغيتش نقولها ماشي تعرف رمزية ديال الوطنية راكم انتم فاهمين شكون اللي كان فيها يعني كان فيها الاحتلال فهمتي وشي وحدة اللي كتقول لي رمزية تاريخية كان فيها الاحتلال تما في كانوا فين كيدبروا الشغل فقلنا نعوضوها الحمد لله بمركب اللي هو فيه 5 ليزيطاج دابا الحمد لله 6 نهار صغار نتمناو ان شاء الله قبل نهاية السنة نكون وصلنا ل 5 متر باش نبداو يعني راس وقعنا اتفاقيه مع وزاره الثقافه باش نبداو كل ما هو التجهيزات فلذلك هذيك غادي تبنى فيها كل ما هو يدارو ثلاثه فوقيات وغادي يدارو عمارات
يطلع يمرق على مستوى حيوية ويصدروا مراكز تجارية وغدت ساحات كبيرة جدا ورقم نعلم إن شاء الله اللي يعودوا الضبران يتوقع منها سنعينهم وسيطلع من الناس من أحسن الأسل الدانية من القطرة إن شاء الله ويكون جديد ويكون جميل من جمالية المحطة ديال السكاكين اللي بدات على مستوى مدينة القنطرة. ولكن نقول لكم بصدق أولى الأولويات ما بعد كورونا بالإضافة للصحة من جانب صحي هو الجانب الاجتماعي واللي ما قد تشغيله والجانب الاقتصاد. أنا كنقول لكم هذه أولى الأولويات وأنا كنقول لكم كرأي وكنشارك في المكتب وأكيد إذا كان شي حوايج غيكون الميزانية تعدل غادي يقرا فيها المجلس أنا التقدير ديالي يمكننا نحكم البنية التحتية ونمشيو لكل ما هو يعني خلق رواج الاقتصاد أولى الأولويات. تعمير ما يكون في المستقبل يجب أن يكون هادفا لبنية الاقتصاد. نكثروا من الشوارع التجارية من أزقة تجارية نزيدوا في زيطار الناس نكثروا من الميزانية نخلقوا مناطق حرفية يعني ننظموا التجارة نسهلوا التراخيص نسهلوا الاستثمار فتكون أولى الأولويات باش نولينا نواجهوا التأثير المالي يعني الاقتصادي والمالي يعني على البلاد ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.